في فرقه اللي اشتغلت معانا على السطوح لما انا احتفلت برجوعك وبتاع. فرقه اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ انا فاكر اسم الراجل اللي هو ماسك الفرقه ده، عم عبد القادر. لكن الفرقه كنا مدينها اسم. ايوه يعني ركز، حاجه فيها الجوع، حاجه فيها لا الجوع ايه حد. لا 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 لا، كانت فرقه، كانت اسمها فرقه المزاج العالي. المزاج العالي وهي دي فرقه المزاج العالي. مساء الخير يا مايسترو. النهاردة يا جماعة أنا شخصياً فرحان إن أنا هقدم موهبة جديدة محدش يعرفها عن أشرف. طبعاً متعدد المواهب لكن ما شفناهوش بيغني الحقيقة، أنا بس اللي أعرف هو بيغني. وكان في أغنية فاكر بتاعت عربي أنا. أنت كنت بتغنيها لريهام عبد الغفور في الحكاية. بالظبط. وأنت كنت بتساعدني. أنا كنت بقول لك جملة بتاع. بالظبط. طب ريهام عبد الغفور كان اسمها إيه؟ أتحداك. كان اسمها إيه؟ في الفيلم. شفت بقى؟ هناء سعاد. هناء ايه؟ واي كلام لو ان هو كان اسم صعب فعلا. ايه بقى؟ انت حتى كنت بتعلق على الاسم جدا. وكنت متضايق من الاسم يعني. مش متضايق بس كان صعب علينا. أيوة. وسهل عليا. شاهيناب. طب وده كلام؟ شابينام. شابينام. ايوه كان في حته حتى بتقولي شابينام. ايوه بالظبط. أيوة. فكان اسمها شابينام وغنينا الاغنيه اللي هي عربي انا. من فضلك نفسي. نعم. اسمعها منك. ربنا يخليك. والفرقه موجوده معاك واحنا معاك للصبح يعني ما تحرمش. انا اغنيها بعد اذنك. الاصليه بقى مش اللي انت والله اللي انت تحبه يعني. براحتك. ماشي. مؤاخذه مايسترو معلش هنستحمله. أيوة. شويه. ايوه ايوه. راح فين؟ هما بيعملوا كده دايما. ايوه. عربي انا ميني اوين لو انت انا ليه اساعدك في الكلام. اتفضل. قول. عربي انا. اتفضل. عيني اساعدك في الكلام. اساعدك. ايوه. طب اتفضل. قول. عربي انا. اتفضل. اساعدك في الكلام. اساعدك في الكلام. انت مش فاكر بجد؟ عربي انا ايه؟ يلا اطلعي لي. ما انا بساعدك اهو. ويل. ايوه ايوه. لا عربي انا في جمله بتقفل. ايوه. عربي انا فخشيني. فخشي ده الاصليه. يلا. لكن انت كنت وويل اذا احببتني. قول. عربي انا. ايوه. اخشيني. اخشيني. ويل لو. انا اسف جدا يا مايسترو. اسف جدا جدا. شكرا يا مايسترو. انت عارف انت صديقي قد ايه وانا بحبك قد ايه. فاتمنى ان انا ما بوظلكش الحلقه يا ابني. لا يا حبيبي هي باظت. هي باظت خلاص. هي باظت.